تعاني اليوم من إهمال حكومي في إدامة الصيانة لها. سدة سامراء التي يعود تاريخ إنشائها إلى أكثر من 6 عقود، والغاية من تجديدها أو تشييدها هو لإبعاد خطر السيول والفيضانات عن المحافظات العراقية، وهي اليوم بحاجة ماسة لإصلاح التخسفات فيها وإصلاح بواباتها الداخلية والخارجية. سدة سامراء يعود إنشاؤها إلى أكثر من 6 عقود، تدرأ خطر السيول المائية والفيضانات القادمة من الشمال نحو بغداد والمناطق الجنوبية، وتعمل على توفير مياه الري لعشرات آلاف الدوانم الزراعية خلال موسم شحة المياه، لكنها بحاجة إلى رعاية واهتمام حكومي. سدة سامراء تعد واحدة من المشاريع المهمة والضرورية والتي يجب أن تكون هناك متابعة مستمرة فنية وهندسية ومن قبل وزارة الموارد المائية، لأنه هذه مع مرور الوقت تشهد بعض التصدعات ولربما تخسفات على أثر انخفاض منسوب المياه. يعني احنا هذا الموسم بلا أمطار، وبالتالي ضعف المي أو انخفاض المي يؤدي إلى أنه تصير بعض التصدعات في المصدات التابعة لهذه السدة. حقيقة هي السدة عمرها طويل يعني ومتهالكة، ويعني لا يوجد أي يعني صيانة أو إدامة لهذا السد أو المشروع الكبير، هذا المشروع الحيوي الذي يغطي آلاف الهكتارات من الغطاء الأخضر والزراعة. محافظ صلاح الدين، ولأهمية هذا المشروع الحيوي، أكد مخاطبة الجهات المعنية لصيانة بوابات سدة سامراء وترميم التخسفات وأعمدة السدة، مبينا التوصل إلى اتفاق لدعم هذا القطاع الحيوي. طالبنا أكثر من مرة الإخوان في وزارة الموارد المائية بصيانة المشاريع القديمة ومنها سدة سامراء، وهناك استجابة كبيرة من معالي السيد الوزير، ومن خلال زيارات الميدانية المحافظة تم التوصل إلى تفاهمات من أجل دعم هذا القطاع المهم، بما ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي وتأمين الحصص المائية للمزارعين والأهالي في ضمن حوض نهر دجلة في محافظة صلاح الدين. مشروع حيوي اقتصادي كان وما زال من عوامل مقومات الزراعة وديمومتها في المحافظة، ولأن أهميتها يكمن في إنتاج الطاقة الكهربائية وإبعاد خطر الجفاف عن محافظات العراق، لذا يتوجب على المعنيين اتخاذ التدابير اللازمة لديمومتها. من صلاح الدين، حمزة ربيعي، الرابعة.